هيخلي القضيه بتاعتك دي تتقلب راسا على عقب. ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ قول لي. بصي يا ابله، زي ما توقعنا بالظبط، فتحنا الخزنه لقينا ورا القضيه بتاع باباك الله يرحمه. ولقينا حاجه مهمه قوي بقى. ايه بقى؟ بعد ما صورنا فبدور كده لقيت لك صوره شيك من واحد اسمه فاروق السمري. اه. وايه بقى؟ شيك بملايين، ارقام كتير ما عرفتش عدها اساسا. ايوه، ده كان من اكبر المنافسين في سوق عقار لبابا الله يرحمه. الله يرحمه. ولا بقى ان الراجل ده دفع الشيك لراتب مقابل الورق اللي لقيناه في الظرف مع نفس الشيك. ورق ايه اللي لقيته في الظرف؟ ورق بيثبت ان الكارد اساس المشكله بتاعت باباك الله يرحمه دي اساسا كان بيتسدد في ميعاده. ايه؟ انت بتتكلم جد يا يحيى؟ والله العظيم. بيتسدد في ميعاده؟ قسط قسط. والورق ده كان مخفي في خزنة راتب؟ ايوه. انا مش قادر اصدق والله. الحمد لله الحمد لله، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه.